أفضل حازم كبيت الجيني يوم السابع أهلا ومرحبا بكم بنقدم لحضراتكم بس مباشر جديد على التلفزيون يوم السابع في مدينة زفت تبع المحافظة الغربية وتحديدا من منطقة كورنيش النيل لمشاهدة أعمال تطوير كبيرة جدا خلال الفترة الماضية. برحب بحضراتكم وببشر حضراتكم من داخل كورنيش النيل بمدينة زفتة. ويعني كورنيش النيل هو أحد أهم المشاريع اللي تم تطويرها داخل محافظة الغربية. واللي تم تطويرها خلال العام الماضي زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. يعني خلينا أقول لحضراتكم بداية كورنيش النيل بيعد هو المتنفس الوحيد لأهالي مركز ومدينة زفتة ومراكز المدن المدورة. يعني جميع الأهالي والمدن بتاعت كورنيش النيل المتنفس الوحيد ليهم يعني الاستمتاع بالأعياد والمناسبات الرسمية. زي ما حضراتكم شايفين بيتميز يعني بإطلالة على كورنيش النيل على نهر النيل مقاعد مميزة يعني مستخدمها كثير وكثير من الأهالي للاستمتاع بالأعياد والمناسبات الرسمية. خلينا أقول لحضراتكم يعني في دور كورنيش النيل شهد تطوير كبير جدا خلال الفترة الماضية حيث تم تركيب الانترلوك الخاص بالممشى اللي حضراتكم شايفينه في الصورة وتركيب يعني والانتهاء من تركيب هذه المقاعد اللي حضراتكم شايفينها بشكل جمالي بيظهر جمال مدينة زفتة يعني المطل على نهر النيل. خلينا أقول لحضراتكم مدينة زفتة هي ثاني المدن الموجودة بمحافظة الغربية من ضمن 8 مدن موجودين على نهر النيل وبيستمتعوا بهذا المنظر الخلاب. Yeah.
هفته شن حملات او امر بشن حملات يومية، يعني صباحا ومساء تأكد من نظافة الكورنيش والحفاظ على جماله بعد الانتهاء من اعمال تطويره. يعني ناخد حضراتكم جولة كده لأعمال التطوير